السلام عليكم حبابي حبوباتي، كيف دايرين؟ شخباركم؟ كنتمنى يا ربي هذا الفيديو يلقاكم بصحة وهناء يا ربي. بغيت نتقاسم معاكم واحد بعض المشتريات اللي شريت الكوزينة ديالي، بعض التنظيمات وبعض الحوايج اللي محتاجة بهم. هانتوما معايا، راني هنايا، راني غادي نوريكم جوج مجازات مشيت لهم، ماشي في نهار واحد ولكن غير جمعت الفيديوهات. مغازا في باخشو سميتها اكسترا، كنقول السميه لان بالنسبه للناس اللي ساكنين في النواحي، والاخرى لا فارفوي اللي جايه في غوكور. خديت منهم لعيبات اللي محتاجه بزاف للكوزينه، غير هي ماشي الحاجه اللي كنهز هي اللي راه غنشري، ولكن كيبانوا لي شي حويجات اخرين اللي كنحط عليهم عينيه المره اخرى ان شاء الله، وغادي نشوف واش نحتاجهم ولا لا. كما كنت كنقول لكم بان كاع داك لي غادجيت وداك الشيء اللي كانوا عندي في الكوزينه كلشي مشى ليا، كلشي ضاع لي، ما كاينلاش نبقى نكرر عليكم ديما هاد المأساة. غير باش نقول لكم، لان كنت قلت لكم واحد المره غادي نولي بغيت نولي مينيماليست، ولكن باش ما تقولوش ما قبلتش الكلمه، ولكن كاينين شي حوايج اللي محتاجه بهم لابد لابد لابد، لان راني كنقضي غير باللي كاين في هاد الساعه. لابد خصني نبقى نشري بشويه بشويه لي غادجيت ولي زاكسيسوار وكاع داك التقطيق وداك الشيء اللي كنحتاجو في الكوزينه، كنبقى نشري بشويه بشويه. هنا يعني كما شفتوا داك الشبيكه على الطول، لان ما عمرني ما شريت شبكه هكاك مستطيله اللي تصلح يغسل فيها الانسان خيزو البرو وديك الشيء، خديتها كانوا مع هذيك المنظمات. وكما كتشوفوا هنايا بزاف نتاع الحويجات، كلشي الاكثريه للكوزينه. هذا الميس هذا داير بحال الميس اللي يمكن لك يمكن نملسوا به الزبيده ولا الشوكو ولا الا بغينا نديروا بوكاديوس اللي بغى الواحد يدير به. خديت هاد العيبات هادو ندير فيهم داك كندير فيهم داك الشويتات القدام اللي كنغسل بهم في الحمام وكنقي بهم الروبينيات وديك الشيء ديال الحمام. خديت حتى هاد لي بوط اللي قدو ينفعوا بزاف د الحوايج حتى هما، واخا انني كنبغي غير داك النوعيه ديال لاكريليك ولا الجاج، ولكن لقيت هادو عجبوني داك مستطيلين غادي نستعملهم بواحد الحاجه. خديت حتى هاد المنظمات اللي كتشوفوا هنايا غادي نستعملهم في المجوره، ولكن مازال من بعد غتشوفوا معايا شمن المجوره فين غنديرهم ان شاء الله يا ربي. كاينين الطويلين ديالهم كاينين الصغارين ديالهم اللي يجوا فيهم بحال المعلقات الصغار ولا يجي فيهم شي حويجات صغار. من بعد ان شاء الله غادي نشوفهم اشمن المجوره غنديرهم. هادو خلاص اللي قالت لي، راكم عارفين ديما اللي قالت نتاع الكوزينه كيتقطعوا، كنوليو نشري وحدين اخرين. هنايا هادو كنديرهم في البيبان تاع الماليوات باش كنعلق فيهم بحال دابا الليقات ولا شي حاجه. هادو داك المعلقات راكم عارفين كنهزو بهم الطحان وهزو بهم الروز، ولقيتهم كيتشابهوا وعجبون عجبني. هاد لاماتيغ زوينه، هادو دي بانس، وهادي اللي كاين في يديا حكاكه ديال لانوا دو موسكاد ولا التويمه ولا اللي بغيتو ديرو فيها. هادي ستون بانس نورمالمون ما كانش عندي بحالها، عاد اول مره شفتها. الا بغى الواحد كيكون كيدير لي بيني ولا شي حاجه تلقى ليا الحوت ولا هذا، ملي فيها لا بانس وكتهزها وكتسقطريها اون ميم طون بها. خلاص هادي ستون غورد، لي غورد راه حنا ما كنشبعوش منهم كيديوهم للمدرسه كنديوهم للخدمه كينفعوا. هاد البطيطه هادي خديتها باش ندير فيها شويه الزيت البلديه، باش ملي يكونوا كنديروا الشوا ولا شي حاجه نستعملوا زبيته بلديه فيها. خديت هاد اللعيبات اللي كنهزو بهم الحاجه السخونه، داك لي بلان تاع الفران عجبني، نيت هاد اللوينات هما اللي جايني مع الكوزينه، وميم طو فيهم داك لي بتيمو هكاك زوينين. خديت هاد اللعيبه هادي باش ما كتكون شي بصله بقى لك شي نص ولا بقى لك شي ربع كديري تما فيها. وهاد المحقول هذا اللي كان عاجبني بزاف كنت محتاجه، نورمالمون كيصلحوا باش يخويو الكوفيتير في لي بوكو، ولكن انا غادي نحتاجه ان شاء الله باش نبقى نستعملو في الترموس باش نخوي لا سوب في الترموس اللي كيدي الواحد معاه. هادي خلاص راكم عارفين شتيها بينجا باش يحكل واحد هكا الطاوات وديك الشيء. المهم هذا الشكل، وهاد عاوتاني هنايا عندي منظمات حتى هما ديال الكوزينه، عندي هاد لي ست هادو اللي كتشوفوا، هاد المنظم هذا ديال الثلاجه، هاد الشويته ديال القراعي حتى هي وديال لي بوكو. خديتها لان داك الاخرين اللي كنت خديت انفو وريتهم لكم ديال السيليكون ما عجبتنيش بالكل. خديت هاد الصغاوري اللي حتى هما كينفعوا في شي حالات. كما كتشوفوا هنا راني لابسه الكبوط، هذا الشيء راه درته في يامات البرد، ولكن الفيديو هو عاد مسكين لحقاتو النوبه باش ندير له المونتاج. خديت هاد الطبيصلات اللي تاهما راهم ينفعوا في الحطان وفي ديك الشيء، راكم عارفين كلشي راه حنا كنحتاجوه. هاد اللعيبه ملي كنكونوا دايرين البيض مسلوق وكنبغيو نهزو به البيضه من الكاسرونه كيكون المطايب، تا هي عجباتني كنا كنشوفها بعض المرات في لي زوتيل.
وهاد المنظمات هادو ديال الدجاج، هادو ديال الدجاج عندهم الغطاطيه ينفعوا بزاف د الحوايج، ديري فيهم الزبده، ديري فيهم السمن، ديري فيهم زويتنا، ديري فيهم الرايب اللي بغيتي، هما ديال الدجاج زويوني على مزويناتهم. وخلاص هادو اون اكريليك ترونسبارونت، هما نتوما غادي تشوفوا شنو غادي ندير فيهم. وهاد العصاصيره هادي اللي كان فاش كنبغيو نعصرو غير حامضه ولا جوج، هادشي كلشي غير الحويجات اللي خاصين فريمون للدار. هادي المغرفه اللي حتى هي لابد منها، راني كنت خديت داك اللعيبه اللي كتدعق لا بيغي بحالها نفس الشكل. وانتم كتشوفوا داك الشميعات وداك لي ليتر اللي كيداروا في لي بوكو ولا شي حاجه. ايوا انتم كتشوفوا حبابي، احنا رجعنا للكوزينه بعد ما غسلتهم ومسحتهم مزيان، حيت منهم داك لي زيتيكات اللي كيكونوا لاصقين. غير هما داك الغطاطيات ديالهم عندهم داك السيليكون بوغ لي طونشيتي باش ما تخرجش داك الريحه وداك النكهه نتاع داك الماده الحاجه اللي كتكوني دايره فيهم. راهم كيهزوا شويه الماء، خص واحد يمسحهم مزيان ويخليهم مزيان ينشفوا، عاد يدير فيهم الماده باش ما تمشيش داك لوميديتي ديال داك الماء اللي كيبقى، داك القطيرات اللي كيبقاو لداخل في داك السيليكون. المهم انتم كتشوفون غادي نضم هاد لي برودوي ديالي، هاد التوابل وهادشي كله وداك الزرارع وداكشي غنديرهم في هادو، وما نحتاجش نديرهم لا تيكا لا شي حاجه حيت كلشي كيبان، كلشي معروف شنو هو. وغادي نديرهم ان شاء الله في المجر اللي تا هو ان شاء الله غادي نوريكم كيفاش حطيتهم في المجر ديالي. كنتمنى ان هاد المشتريات ديالي يكونوا عجبوكم، وما تنساونيش من الدعم، وما تنساونيش باللايك. كما كتشوفوا هنايا هذه البصله، هذه البصله يابسه حتى هي راه كتنفع بزاف، ماشي داك الكغيي، هذه اليابسه كتصلح حتى هي في الطياب، وكتصلح في ديرها كاع في الشليضه وديرها، كتنفع بزاف. اللي ما كتكونش شي مره تكوني حاصله وراكي اون بان، ما كتكونش بصله في الدار، ما كتكون كتكون سالات لك وما رديتيش البال، هذه والله الا كتعتق، كدار في كل شيء كدار، ومذاقها زوين بحال البصله نيت، بحال قطعتي البصله. المهم بزاف ديال الحويجات هنايا، داك لي في دو لوري، داك الزرارع اللي كنحتاجو اللي كنديرو فيهم في لي سيريال، كلشي غنديرهم في هاد الطويصات بحال هادو. وهانتوما معايا حبابي، كنتمنى هادشي يكون عجبكم، و الى عجبكم ما تنساوش ديروا ليا لايك، بقاو معايا كومون حتى التالي باش تشوفوني كيفاش صفتهم في المجير ديالي. ولو ان داك المجر راه ما كبيرش بزاف، هز ليا غير هادشي، وراه انا مازال عندي واحد ربعه ولا خمسه منهم، من بعد ان شاء الله يمكن نردهم لشي مجرى اخر. ولكن فهاد الساعه نتوما شفتوهم درتهم في هذا المجرى، هذا نتوما غادي تشوفوا معايا، جاوا زوينين وجاوا مستفين وجا كلشي كيبان وجاوا منظمين وجات الاموريه سهله. وشنو بغيت نقول لكم، بانني بما انهم ترونسبارون كلشي كيبان فيهم، اختاريت انني ما ندير لهمش التيكه لان كلشي معروف، وفي حاله الا درت شي حوايج اللي ما كيكونوش معروفين يمكن ديك الساعه ان شاء الله غادي ندير لهم لي زيتيكات باش يبان شنو داكشي اللي فيهم لداخل. وشكرا، كنتمنى ان الفكره تكون عجباتكم، والا عجباتكم ما تنساوش ديروا لي ابوني وتبارطاجيو مع الاهل ديالكم. والى اللقاء ان شاء الله، الى فرصه مقبله ان شاء الله.